الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو فضيلتكم طائل السنن التي ينبغي على المسلم اتباعها يوم الجمعة، وما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ قراءة سورة الكهف سنة لأن فيها أجرا عظيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يفعل في يوم الجمعة فهو أولا الاغتسال، والاغتسال للجمعة واجب، إذا تركه الإنسان بدون عذر كان آثما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتل، أي على كل بالغ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ولما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر يخطب لامه على تأخره، فقال يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له والوضوء أيضا، يعني وتقتصر على الوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فأنت ترى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عاتب عثمان بن عفان رضي الله عنه مع مقامه في الإسلام، وكما نعلم جميعا أنه الخليفة الثالث في هذه الأمة، ومع ذلك عاتبه حين اقتصر على الوضوء. ولكنه واجب تصح الصلاة بدونه، لأنه ليس واجبا عن حدث كغسل الجنابة، لكنه واجب يأثم الإنسان بتركه إلا لعذر، كما لو كان هناك برد شديد وليس عنده ما يستخدم به الماء، أو كان مريضا يتضرر بالغسل، أو ما أشبه ذلك. ومن هذا ومن ذلك أيضا السواك، وهذا السواك ليس السواك العادي، بل هو سواك خاص تنظف به الأسنان أكثر ويدركها أكثر، ومنها الطيب، أن يتطيب الإنسان في رأسه ولحيته وتقطع الوقت كما يقولون في البيت ولا في السوق، وتترك هذا الأجر العظيم. اذهب إلى المسجد يحصل لك ثواب هذا القربان، بدنة أو بقرة أو كبش أقرن أو دجاجة أو بيضة، بعد أن تغتسل. ثم إذا ذهبت إلى المسجد سيحصل لك خير كثير، تشغل بالصلاة بالقراءة، إذا مللت من الصلاة قرأت، وإذا مللت من القراءة صليت، ولا بأس أن تتحدث إلى أحد إخوانك بشيء نافع كالمباحثة في العلم أو ما أشبه ذلك. لكن الحرمان والشيطان نسأل الله أن يعيننا وإياكم منه يغلب على كثير من الناس، تجلو في البيت ما له شغل، يتردد في بيته بس لجل يقضي الوقت على شان يأتي وقت الصلاة، وهذا من الحرمان الكثير. كذلك أيضا مما يسن في يوم الجمعة قبل الصلاة أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، أحسن ثيابه التي عنده سواء كان جديدا أم غسيلا، لأن ذلك من السنة. وينبغي أن يتحرى الدعاء إذا دخل الإمام يوم الجمعة، أن يتحرى الدعاء بما شاء، ولا سيما في أثناء الصلاة، لأن في الجمعة ساعة لا يوفقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه. ومنها أي من الجمعة من خصائصها أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها، صلي دائما، لسانك لا يمل ولا يتعب، صلي دائما، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، وانت ماشي وانت جالس في المسجد وفي البيت وفي السوق، والخير كثير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أشياء كثيرة ترجع إليها إن شاء الله لتكمل الفائدة.